أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. اليوم 26/7/22 عندي هذا العش بفراخ، أعتقد غذائهم قليل واهتمام بهم مدى تلحق الأم. لقيت اليوم هذا الفرخ نازل على الأرض، هذا أكبرهم أعتقد كان، بس الحمد لله بيانه واقف، راح أسحبهم هسه. والله مدى يصير لي وقت للبلابل ولا للفراخ، مشغول كلش، وراح أخذ دول الأفراخ أيضا أحاول أطعمهم وأشوف شلون راح أوصل وياهم نتيجة، لأن أشوف ما بيهم ريش. إن شاء الله أصور لكم مقاطع عنهم من تمشي الأمور عدلة إذا الله راد. شكرا لهذا المقطع القصير وإلى لقاء.